من أجل النهوض بجماعة سيتي علي من كافة الجوانب الحياتية، وخاصة الجانب الفلاحي والسياحي والجانب المعدني بمناطق أيد خباج. اجتمعت ساكنة تفرود الجماعة القروية سيدي علي التابعة إداريا لإقليم الرشيدية وجهة ترعة فيلاد، وذلك لعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية المعيدر للثقافة والتنمية التي سطر لها عدة أهداف، من بينها محاربة الهدر المدرسي ودعم الفتاة القروية على التمدرس ومساعدة الرحل في مواجهة الصعوبات التي يواجهونها بالمناطق الحدودية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما صاها وما جراها. راني نساو الغيف وسط دغام بارك 28 نوفمبر 2015. يدي جمعنا مدن كلنا نضغار نراد نسكريات يتمسمون تويات الجمعية من المعيدر للثقافة والتنمية. الحمد لله إلا التجاوب نمدنا بزاف هايتا ويداوكي تغير كل شيء غير في المازيرت دان كل شيء ما يداوكي يانو خباش يداد سواء إلا سي المنطقة نغردو ديك سي اللي هاتي يداد أنا كنت يارت سفليد مو جمعات جمع إلا سي الصباح أنا كنت تحاول نمد زعما تعالجنا كل المشاكل داي المشاكل دا سي تعانينا يا تمازيرت فهاد ما يمكن ان شاء الله الجمعيه دا استفيان الحلول ان شاء الله سيدي تصلوا قدام الحمد لله الى التجاوب المدن هتنجحوا يضا ان شاء الله وارت من الناس يمدن كل شيء اديلي كان التجاوب نسن فدد عند سداد لحقاش ضيقة تختار الاعضاء الجمعيه ولا ان شاء الله كل شيء المجتمع المدني هذا يخدم مزيان كل شيء هذا يعاون ان يفوس يفوس ان دوس لقدام ان شاء الله ان نما المنطقه لحقاش تاعنا شوي كان تهميش تاعنا خصنا تتوهلين الحوايج ان شاء الله تن الجمعيه ضيلا وفوس يفوس جمعتها قبيلت ان شاء الله تسولك جمعتها قبيلت كل شيء سوقا فلا او ما يسمى بالفيدرالية انا يتخباش ان شاء الله فهذا ندوس دال اركني التشكار اسيدي السلام عليكم اكون تشكار غاية الجمعية بخير الحمد لله يا نفوسي نفوس الحمد لله غاية العائلة كل شيء اللهم لك الحمد لله كل براني داخل تصفرح من تصفرح مغ الحمد لله الجمعية ضغطت يامي تمازيرت تيقون غير تمازيرت تدوم تستمازيرت الحمد لله باش هاد التهم الجمعية داتين المهم ان الا نكون يتقى بالنسبة لكرايس الجماعة مرحبا على راس العين كل شيء الحمد لله نمعاون يرا يفوس يفوس واللي غير الخير ان شاء الله المسائل كل شيء هتحلان غير تكرات في ربي يفوس يفوس زي سوق قدام ان شاء الله وشكرا يا السلام عليكم وتقبيل مرحبا زارون ستمازيرت نمغ اركني نتشكار الحمد لله الحمد لله ما يتغول متشتيم داك تمازيرت نمغ سيدا هاد تموت هاد غنورت اللي مردين مدنا وين يشال دون مدنا وين ينران لا حمايتي ديه نغي وين الحمد لله ما يتغول تقبيل توري ذا اللي يفوس يفوس اكوني نصر ربي هذا غير نرى داك خدمة تمازيرت الله يزيد يكون بخير اكوني عاون ربي نرى السبيطارات هاد نقوم بلا سني ونقبوش لكن انا تاعي غير كنت تفرمليين لا يغف لا يخدي لا يا دار نرى السبيطار الولاده هاد تقيمات نطوطار تمدينا روح ما تديك سياوين نرى الكوليج يشير رانا دا قرن 30 عام 37 عام هاد كي غيت مازيرت الضغسين يشير رانا دي نشحني تمازيرت النغ الله يجازيكم بخير نرى دا تعاون نرى دا تخدم انت مازيرت النغ ني هادنا نايتي ميزار نمدنور اللي نتا رسي دار غو سي دار غاتي ميزار نخدم نتور انت خصا ود ما علم دغاك تينا لا حاود حاح الحمد لله ما يديت وريت قبيلت نغات يا فوس يفوس اكوني عاون ربي الله يجازيكم بخير. وحضر هذا الجامع العام عدد مهم من المواطنين الذين استحسنوا المبادرة التي بدأت فكرتها أساسا من خلال مجموعة تواصلية شبابية في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق الواتساب الذي تشاور فيه أعضاء الجمعية المنتخبون مع المنخرطين والمتعاطفين وباقي الساكنة ليخرجوا الفكرة من الفضاء الافتراضي إلى أرض الواقع.
السلام عليكم. نحن دابا كنتواجدوا في المنطقه ديال تفراو تائت خباش جامعه سيدي علي التابعه لدائره الرساني اقليم الرشيديه جهه درعا تفيلات. الان تم انتهاء الجمع العام التاسيسي للجمعيه المعيد للثقافه والتنميه. هذه الجمعيه لها اهداف اللي راها كتمس كل المجالات وكل الجوانب اللي راها في المنطقه. وحنا ممثلين ديال الجمعيه معا من اجل المنطقه، حنا حضرنا هنا باش اننا غادي نتعاونوا ونحاولوا اننا غادي نكونوا واحد الفيدراليه اللي راه تجمع الجمعيات بكل صراحه اللي راها كتعرف واحد المشاكل متنوعه ومشاكل اللي كتجمع بين الجمعيه ديال سيدي علي والجمعيه ديال الطوس. والان كنشكروا جزيل الشكر للجنه المنظمه واللجنه التحضيريه ديال هذه الجمعيه هذه. وكنشكروا الشباب اللي جاوا من كل المناطق الغيورين على هذه المنطقه هذه، ولانهم كيشوفوا المصلحه للمنطقه ككل، وهما سطروا واحد الاهداف انهم خصهم يوصلوا لها. ومن بين الاهداف هي محاوله مساعده السلطات المعنيه في التنميه ديال المنطقه. وكنشكروا مره اخرى المجلس المكتب ديال الجمعيه اللي راه غادي يتحمل هذه المسؤوليه هذه القدام. جات الجمعيه دازرت نتمنى بزاف من الحوايج تدعم ام تنتشر انا ام تربتين بعدا الفتاه القرويه ام سيغفين والنيك حتى غير خسر ارواتينار ستفا امر للكوليج امر للكوليج جات خاتين قد استمر غير الدراسه قني يقولوا يا الكليات يا نوض غرام متن ديال يوكين نكون من الفتره القرويه. انا نتمنى غسل قدام ان شاء الله ديال الكوليج ديال الحاج تياضنين ام تراتنا يتخباش اوشانت اقتصاد الجمعيه ان شاء الله نتمنى دخلت ندي درار استعاون نمد كل شيء ديال الحاج تياضنين دام يا شال نوات خاتنا يتخباش خصها مثل هذه التحفظ هذا غرسي الوراق نسد كل شيء. اسا جمع نديت مزداغ جماعه سيدي علي مد نزيم سيدي علي ناني لان مراكش ورزازات الريصاني زاكوره ارفود الرشيديه سيرنيات الجمعيات قرنت تختارت اسم نس جمعيات المعيده للتنميه والثقافه غادي يصدم معنا مدن باش هاد معاون مدن هاد نشر نس الجماعه هاد شكون الجماعه هاد تهماش سي ميغانيا تهماش سي المخزن سي تهماش او تي مدنس دغي جمعنا مدن سرشن تطوب تمزوروت سرشن يانا تشريف تمزوروت افادت سيرنا دغ الجمعيه. الجمعيه دغ تسرس بزاف الاهداف خاطر فعلا ولكن نتمنى ادير الخير سداد نتمنى ينطوض بعدا ينطوض الاغلبيه الاهداف انها تسطر الدراري ناتيتيهم بزن الشباب ناتيتيهم بزن تبارك الله هاتين الدراري وعناديه الدراري ورش ميتين الدراري سن ما يدراني يقولوا سن ما يدغي في سن الله سن ما يدغي كذا الغياني الساب انه تخبيتني تخباش مدني تخباش مدني سيدي علي انه وشيند في اطار المهم ان ادو ندمون شكون تمونتي الا شا ورد بالطو يمشي ضنا يجري. هكذا تكون تفرعت عيد خباش قد عرفت ولادة جمعية جديدة سوف تعنى بفك العزلة عن الدواوير المجاورة لها، بالإضافة إلى مساعدة المرأة والطفل والاهتمام بالشباب في ظل التغيير الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.